كثيرات بيعانوا في صمت من الخيانة الزوجية. النظرة العامة بتقول إنه الرجل بيخون أكثر. من المضحك والمبكي أن المرأة أيضا تخون، فالرجل لا يخون مع مخلوق فضائي بل يخون مع امرأة أيضا. وعلى فكرة حلقة اليوم مش من ابتكاري لحالي، وصلتني رسالة مع إلحاح شديد على سناب شات من إحدى المتابعات: بليز مدام سالي، بدي إياك تناقشي موضوع مهم. ولما فتحت الرسالة وجدت إنه سيدة بتعاني وهي في أزمة منتصف العمر من الخيانة الزوجية المتكررة من زوجها، وللأسف عبر مواقع السوشيال ميديا. اليوم في حلقتنا من برنامج بيتنا نتعرف إياكم أكثر على الخيانة ومفاهيمها، فأهلا بكم. أميرة، فاهمة غلط. ما تفهمني صح يا دكتور. طبعاً عشان أناقش موضوع الخيانة الزوجية من عدة أوجه لازم أستقبل ضيفة عزيزة علي مختصة في العلاقات الإنسانية والأسرية. تعالوا معايا نروح نستقبلها. إجت عم بيقولوا لي إنها على الباب، تفضلوا معي. خلوني أرحب معكم مرة تانية بضيفتي الجميلة لما الصفدي، أخصائية في الإرشاد النفسي والأسري. أهلا بك لما نورتي. يا أهلا فيك. أهلا، وأنا جدا سعيدة بوجودي ببيتك، لأنه فعلا هو يعني كل الأجواء مريحة وبتحسس أنه الانطباع مدام سالي موجود بكل زاوية. شكرا جزيلا، سعيدة كتير أنك تكوني في بيتنا. الحلقات اللي بنناقش فيها الموضوعات اللي بتهم الأسرة والمرأة والمجتمع بشكل عام. أنت بقيتي واحدة أنا معرفهاش، واحدة غير اللي أنا حبيتها واتجوزتها. أنت لو بصيتي لنفسك في المراية ثانية واحدة بس مش هتعرفي نفسك أصلا. عندك حق، جميلة بتاعت دلوقتي ما بقتش تنفعك. أنت عمرك ما جيت سألتني مالك، عمرك ما جيت سألتني مالك فيكي إيه. طب مالك يا جميلة، مالك؟ مالي جاي دلوقتي تسألني مالك؟ لما الفيديو اللي شفناه قبل شوي كان البطل بيحكي للبطلة انه هي منشغلة عنه، بيقول لها بصي لنفسك كيف كنتي وكيف صرتي. بتحسي انه هذا مبرر مقنع لانه الرجل يخون مرته؟ لا اكيد في مبررات، كل المبررات هي بالنسبة للشخص اللي يتعرض لهي التجربة المزعجة هي مبررات غير مقنعة، لأنه دائماً نحن نقول بأنه لا نأخذ الكلام من طرف جهة واحدة. صحيح، لكل جهة مبرراتها. بالنسبة إلها هي مضحية ويمكن أنفقت كل وقتها على أطفالها وعلى أسرتها، ولكن بالمحصلة نحن نقول دائماً ليس هناك طرف مخطئ، هناك خطأ دائماً يكون في الجهتين. كل شخص مسؤول ربما عن نسب بالمئة من النتيجة التي وصل إليها حال الأسرة. لما خلينا ناخذ مفهوم علم النفس لفعل الخيانة. الخيانة هي عبارة عن تصرف يحدث في الخفاء ممكن أن يسبب أذى نفسي لأحد الطرفين، والخيانة تحدث في حال لو كان في علاقة هي عبارة عن زوج وزوجة أو شريكين، ولكن أحد الأشخاص لا يكتفي بوجود هذا الشريك، يبحث في الخفاء عن بديل للشريك الموجود معه في حياته. الخيانة هي عبارة عن رجل وامرأة. يمكن المجتمع بيشوف إنه الرجل بيخون أكثر أو الامرأة بتخون أكثر. كتير من السيدات مثل ما سمعتي طلبوا مني إني أناقش موضوع الخيانات الإلكترونية، عشان هيك نزلنا للشارع وشفنا رأي الشباب والصبايا والسيدات والرجال في العلاقات الإلكترونية والتي يعتبرها كثيرون تسالي، فيما يعتبرها البعض الآخر للأسف سبب في دمار بيوت كتيرة. تقرير من الشارع عن العلاقات الإلكترونية، خلينا نشوف رأي الناس في علاقات الإنترنت. في ساعات علاقات بتنجح، في ساعات علاقات وهمية زي ما انت بتقول، وفي ساعات علاقات ما بتكملش بحاجة. أنا مع العلاقات يعني، وحصل كتير يعني مثلا سواء تعارف أو شي صار بالواقع أنه في ناس اتعرفوا على بعض وارتبطوا حتى بالحقيقة. ما أحس أنه صحيح، لأن عادي ينبني الشيء على كذب، مثلا يكون في كذب بين الطرفين
او بين طرف واحد، بس لازم في كذب. انا ما احس ان هالشيء صح. انا لا مع ولا مع ضد، انا يعني حسب كل علاقه وليها الطابع بتاعها. انا ضد العلاقات على السوشيال ميديا، لانه بعتقد لما الشخصين البنت والشاب يتعرفوا على بعض ما بيكونوا بيعرفوا بعض على حقيقتهم. علاقات الصداقه وعلاقات الريليشنز وهيك اكيد لا ضدها. في ناس كثير صارت قصص كرايمز حتى بالحياه من وراء السوشيال ميديا. يعني انا معها، يعني الواحد لازم يتعرف على ناس، يعني يكون شبكه من الاصدقاء. لما انقسم الناس بين مشكك في اعتبار العلاقات الإلكترونية نوع من التسالي وبين البعض اللي اعتبرها مبرر لدمار البيت والأسرة، ومثل ما ذكرت لك سيدة اللي استنجدت فيها وطلبت مني مناقشة الموضوع بتقول لك إنه صار في انفصال عاطفي وروحي وجسدي بينها وبين زوجها نظرا لاستغراقه في علاقات إلكترونية. رأيك؟ أنا رأيي بأنه المجتمع العربي هو غير مستعد كان لهذه الثورة الإلكترونية اللي هو حالياً عم يعيش فيها. نحن ككينونة المجتمع العربي، مبادئنا والأسس اللي نحن عايشين فيها كانت صدمة لأغلب الأسر دخول السوشيال ميديا بهاي الطريقة اللي هي جداً كانت عنيفة لكل منزل. عندما لا يكون الإنسان على استعداد لتقبل هذه الثورة المعلوماتية، فالنتيجة تحدث بأنه العديد من المنازل يبحث الشريك عن أشياء مفقودة في المنزل ويبرر لنفسه بأنه هذا لا يعتبر فعل غلط لأنه لم يخرج من منزله، هي فقط تسلية على مواقع التواصل الاجتماعي ستنتهي بمجرد إطفاء هذا الجهاز أو إلغاء الحساب. مظبوط، معك حق. خليكي معي لما رح نرجع بعد شوي. أهلا بكم من جديد. غياب الزوج لفترات طويلة، حاجة المرأة للحب أو الاهتمام الذي تفقده مع انشغال زوجها عنها أو حتى لعدم إدراكه لأهمية إجباع حاجاتها العاطفية والمادية أيضا، أسباب كثيرة وغيرها أكثر بتكون مبررات أو دوافع لدخول المرأة في علاقة خارج الزواج. ويمكن أسباب زوغان عين الرجل معروفة للكل، بس حاجات المرأة، حاجتها للحب والعطف والاهتمام، تفتكري عليها تعتيم في المجتمع؟ أكيد أكيد، هي بكل المجتمعات يمكن العربية نوعا ما يعتبر بأنه الحاجات العاطفية أو المشاعر عند المرأة بأنه هي أشياء غير ضرورية وبأنه مستلزمات الحياة الواقعية هي الأهم، ولكن هاي الناحية جدا مهمة لأنه بشكل عام كل النساء يمكن هذا الموضوع المشاعر والأحاسيس، أنا عايزة ورد، هاي اللي منقوله هاي جدا يعني من الأمور اللي هي بتأثر فيها وقادرة حتى على تغيير أسلوبها بالحياة. طب خلينا نشوف الدراما العربية كيف عالجت هذا الموقف، كيف ينظر الرجل للمرأة الخائنة. أنت وحدة حقيرة، أنت وحدة واطية، أنت رخيصة، أنت رخيصة وليه؟ أنت مرأة رخيصة، عم تفهمي ليه؟ لعمر لما ممكن الرجال يدخل في علاقة مع امرأة وهي في نظره خاينة وبعدين يتفهمها ويتقبلها ويتزوجها، ولكن هل فيما بعد خلال مراحل الزواج ممكن هذا الموضوع يكون ضغط نفسي عليه، يضل يعايرها لا قدر الله أو يضل عنده شك فيها لأنها أصلا دخلت معه في علاقة غير شرعية في البداية؟ هو على الأغلب المثال الثاني هو اللي رح يكون سائد بأنه هو لن يغفر، يعني الرجل الشرقي هذا الموضوع ممكن ما يكون عنده قابل للغفران وممكن بأي موقف يحدث يتم يعني تذكيره فيه، ولكن هذا المسلسل هو فعلا من أجمل مشاهد درامية لأنه سلط ضوء على أنه نحن كلنا بشر، فإذا كان الله هو غفور رحيم فكيف كيف الأشخاص ما رح يكونوا غفورين؟ طيب مرات كتير منوقع بين لما نسمع القصص نسامح ولا ما نسامح. هلا هنروح انا وياك ونشوف الشارع العربي والعينه اللي عملنا معها لقاءات وراي النساء والرجال في اعطاء الفرصه اخرى في حاله الزله، نعم ام لا. حسب كيف درجه الخيانه كمان، ممكن شافت بعينها هي اصعب شيء ممكن يصير، بس اذا مثلا كلام عادي او هيك ممكن، بس طبعا انا مع المسامحه. اذا الله يغفر لازم في يعني بيننا نحن نسامح. مسامحة ما أعتقدش يكون في تسامح. أي طبعا مع المسامحة لأنه كل حدا بيغلط. الخيانة لو كانت غلط، يعني لو كانت غلط مع المسامحة، بس لو كانت يعني هو عاملها يعني قصدا عمدا يعني ما بتكون مسامحة. والله هي خيانة بتبقى لا، أنا مش معها، لأن الخيانة دي بتكسر حاجات كتير.
في ناس بتقلك اوكي انا بسامح مثلا، بس من جوا بتضلها تيجي معه الخبريه كل حياته بضل عايش فيها الخبريه. فانا برايي مجرد ما وجدت الخيانه لازم تنتهي العلاقه. ناس قالوا معه ما في مانع، وناس قالوا انا ما بقدر اسامح واغفر. كخبيره علاقات انسانيه شو رايك؟ انا مع الغفران بشرط الغفران، لانه نحن بشر، لانه كل انسان ممكن يخطئ. دائما لما بتوصلنا اي مشكله معينه انا دائما بسالهم بانه جربوا تحدثوا عن مرحله الطفوله. مرحله الطفوله هي من اهم المراحل بحياه الانسان. اغلب عقدنا النفسيه على كبر هي نتيجه مرحله الطفوله والمراهقه. بلكي بنعمل حلقه عن هذا الموضوع. جدا مهم، لانه لما الزوج احيانا ممكن يكون عنده عقد نتيجه نظرته لوالدته، ممكن للمجتمع اللي عايش فيه، فبيكون هو فعلا اصلا هو مظلوم. حتى هي في اضطرابات نفسيه اللي هو دائما بيكون عنده بحث وراء الجديد، ولكن هو مش بقصد انه يخونها كانسانه، ولكن هو عنده اضطراب نفسي ما بيحس بالاحساس بالهدوء غير لما يكون عنده دائما في تجديد بحياته العاطفيه. لما عندي سؤال من الانترنت، احدى الصديقات طبعا ما راح احكي اسمها، بتقول انه يا ترى شو الحل؟ الخيانه عبر علاقات الانترنت فيها دمار نفسي على البيت والاولاد، وقدره المراه على التحمل عم بتقل. انا وصلت لمرحله كل يوم بعد للعشرة، وكل يوم بقول غدا أجمل وغدا رح يتوب وغدا رح يصحى، ويا خسارة ما عم بلاقي حل. الحل الآن عندي أهد البيت أو الأولاد، أو مثل ما بيقولوا أعيش حياتي وأنبسط بالتغافل. هذه امرأة كمان بتعاني من علاقات الإنترنت، رأيك شو تعمل؟ رأيي بأنه هي المفروض أنه هي تعمل تغيير، تغيير بالبيت. خليه هو يحس انه صار في تغيير بالبيت، هي اولا. يعني هي ممكن تغير باي شيء، تغييرات بالديكور. التجديد احيانا بيخلي الانسان يحس انه هو كسر الروتين ما عايش فيه. اغلب الرجال اللي بيتجهوا للعلاقات عبر الانترنت هن رجال يسعون دائما للتجديد، فاذا هي المفروض تكون في تجديد. طالما تبحث عن حل بالمنزل، تجديد بنفسها حتى هي، وتفكر انه مش مهم بس التجديد بشكلها الخارجي، المفروض هي تبحث عن تجديد هي فيها كامرأة، يعني بنفسيتها باسلوبها بمزحها. الاربعه الروتين اليومي لحياتها اليوميه. لما الرجل اللي بيخون اذا خان مره، هل من المؤكد انه راح يخون مرات ومرات؟ لا اكيد لا، لانه احيانا بيكون هذا الفعل نتيجة مجموعة من المواقف مثل ما حكينا. أنا بقول دائما حاليا نحن عم نعيش بمجتمع جدا صعب، يعني إذا بترجع إلى المجتمع اللي كانوا فيه والداتنا عايشين قبل، كانت الأسرة متماسكة أكثر، كان في قيم أكثر وأخلاق أكثر. حاليا هاي الأمور أصبحت بتناقص، فبالتالي العلاقات الأسرية بحد ذاتها هي يعني صار فيها تغيير. شكرا لما. شكرا لك. سعيدة جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة. أكيد معلوماتك السرية أثرت البرنامج، ورح نحط السوشيال ميديا تبعتك، سناب شات والمواقع اللي بتحبيها، إذا حدا بيحب يسأل أي سؤال. شكرا لما. إن شاء الله. شكرا، بيسعدني أكيد أسمع أي سؤال من أي شخص. مش ممكن أكون بناقش موضوع يتعلق بالعلاقات الإنسانية والأسرية، وخاصة علاقة زوجية، بوجود والدتي في زيارة لدبي وعندي ضيفة بالبيت، وما أسألها عن الخيانة الزوجية. ماما، الخيانة الزوجية في رأيك عارفيننا إياها، ومين أكتر بيخون، الراجل ولا الست؟ رأيي المفاجئ أنه الست هي اللي بتتسبب فيها، لأنه الراجل بطبعه مش مقدام، يعني إذا أتحتي له الفرصة هيدخل ويتوسع. لكن الست هي دلوقتي بقت أجرأ من اللازم، وبقى في تفكك في العلاقات، بقت الأخلاق على الموضة، مش أخلاقنا اللي إحنا بنعرفها أو اللي تربينا عليها، بقى كل حاجة. وإيه يعني بقى إهمال الست لبيتها، وإهمال الست المظهرها في بيتها قدام جوزها وبرا بتبقى حاجة رائعة. خيانة المرأة بتكون أكتر شيء، يعني نوع ما بعرف، يعني هي نوع من الانتقام يمكن. هي بص، هي مش بترجع لشاب أو بنت، هي بترجع لشخصية وتربية. مش بس إنه البنت هي اللي بتخون أو الرجال بس بيخون، الاثنين فيهم يخونوا. بالنسبة للخيانة، يعني الخيانة متوقعة من طرفين. والله سؤال صعب. أعتقد الاثنين. طيب تقدري تقولي كلمة للكاميرا على طول للشباب والبنات اللي بيتابعونا، اللي في حياتهم الزوجية بمروا أحيانا بمناغصات، كيف ممكن يحلوها من وجهة نظرك كخبيرة من حياتك الإنسانية؟ إذا بالنسبة للخيانة، الله يكون فون أي واحد
أو واحدة بتتخان، والواحدة خصوصي لأنه يعني الواحد قليل دلوقتي عم يتخان، وبيكون هو برضو متسيب ومش واخد باله من مراته، مش واخد باله من بيته. بقول إنه لازم الصبر، وخصوصي إذا في أولاد. أنا يعني مع كل تجارب الحياة اللي حواليا، لكن أنا ضد إنه الواحد يسيب بيته ويديله ظهره علشان حاجة ممكن تتعالج. إذا مش ممكن تتعالج، أنا مش من حاجة أقول لحد يعيش حياته تعيس يعني، لا، إذا مش قادر يتحمل يسيب. بس أنا بشفق دايماً على الأولاد، فاحسنوا الاختيار. أرجوكوا يا شباب احسنوا الاختيار، احسنوا الاختيار. ما تنغشوا في الشكل، ما تنغشوا في الكلام الكويس، ما تتغشوا في حاجة أبداً. وإنتوا يا بنات ما تبصوش بس على الفلوس ولا على الكلام المتزوق، بصوا على أخلاق الراجل. أهم حاجة أخلاق الراجل وإنه هيتعامل معك إزاي. شكراً ماما حبيبتي، يعطيك العافية، أبدعتي، كلامك جميل، ورح أقولك ردود الأفعال اللي هتوصلني عليه. شكراً لك. وقبل ما ننهي البرنامج، أنا عملت بحث عن وجهة النظر الشرعية والدينية لمفهوم الخيانة. كتير من المحللين وعلماء الدين بيقولوا إنه ما في شيء اسمه خيانة، يعني الرجل ما بيخون المرأة، الرجل هو بيخون علاقته الطبيعية مع رب العالمين، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيحاسب. إطلاقاً في حاجة اسمها خيانة زوجية؟ ده يقولها واحد مدرن أهبل ولا عمره درس. خيانة زوجية يعني إيه خيانة زوجية؟ الخيانة الزوجية أنت تعرف في إيه؟ إن هو يبقى معاها مال قارون وجوعها، هي دي الخيانة الزوجية. إنما ارتكب ذنب يبقى خانها، خمين يا ولد، يعني علاقة خمين غير يا علاقة غير شرعية في خارج إطار الزواج والراجل ده متجوز وده ما يبقاش خيانة. لا يا أخويا، خيانة ربانية، لأن ربنا اللي قاله ولا تقربوا الزنا، مش مراته اللي قالت. قناعاتي أنا الشخصية أن الإنسان كلهم لا يتجزأ، فمن يخون بيته بيخون أهله، بيخون وطنه، وبيخون نفسه، بيخون دينه بالأساس. ولا تكون الحياة الزوجية وردية على الدوام، ولا حتى كحلية على الدوام. وليس معنى السعادة الزوجية غياب المشكلات، بل هي سعي الطرفين لتجاوز المشكلات وأن يقتربا هما الاثنين خطوات متوازنة باتجاه بعضهما البعض. حلقتنا انتهت، ولكن قبل ما أنهيها بحب كتير أني أشجعكم تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنا بتواصل فيها معكم لمناقشة الموضوعات الأسرية اللي بتهمنا جميعا، على إنستغرام، سناب شات، وطبعا الفيسبوك. دمتم بخير، وألقاكم في الأسبوع القادم.